ياي تمام. اطلع علق اطلع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحمد وزابين ورجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم أنا بكره هاي اللعبة، هيك اسم اللعبة I hate this game. فكرة اللعبة باختصار إنك أنت بتكون بغرفة وفيها في بهاي الغرفة باب مسكر، راح تحل مجموعة من الألغاز عشان تقدر تفتح الباب وتنتقل للمرحلة الجاية. اللعبة بسيطة وخفيفة وإن شاء الله بتكون إن شاء الله بتعجبكم. بدون ما نطول أكثر، لا تنسوا اللايك والاشتراك وليتس جو. تمام. هاي ليفل 1 Walls keep secrets. يقول لك الجدران فيها أسرار، أو الجدران تحفظ من الأسرار. كيف يعني؟ بعيدة، كيف بدي أوصل؟ يا كنت مشغل اوكي. لا حكم صعب والله، زحلق اللاعب. اوكي خلص. موف سمثينج زي ايش؟ اوه الباب كله حلوة الفكرة والله. ايش هاي؟ ايش هذا رقم اثنين؟ هاي اثنين. تمام هاي تسعة. تمام هاي تسعة وهي أربعة. نايس اوبريتورز. طيب لوين لازم اوصلها؟ بس غلط. اوكي هيك واصل. اوه فتح الباب. اوكي وات شو لما لا لا اها انا مكتب لي درون والله ما شايف. اوكي اوكي علقت موت. اوكي تمام. اطلع علق شفت اطلع. تمام خلنا نرسم احنا قبل ما نروح. بعدين هيك احسن. لا سكر الطريق، سكر الطريق. انا انزل تكفى تكفى. طيب خلنا نرسم كم مرة قبل ما نسكر الطريق يا شباب. خلص بكفي. اوكي تمام. Only you can lift this room. هذا مش لازم يا جماعة. اوكي. ايش فيه؟ اوكي سلايد ابس. ما توقعت تدفشو. اقدر ارفع ماشي. Try again. Yeah.
اوكي شو يعني هيك ننزل بس مش معلش تغير تغير تمام هاي هيك تغير ها اوكي فهمت فهمت اتوقع يعني اقربه عشان اقدر انط عليها يب مية مية لا شو دي؟ اثنين ونص دي ايه وبتحمل هاي سيب الماوس تمام اشوف اوكي باق فريكونسي مش فاهم يا جماعة مش فاهم اوكي والله ما فهمت ايش بده دبل ايش دبل دبل جامب اوكي نايس دبل جامب اتشيس الحواف كم حافة يعني هون أربعة خمسة كيف خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أوكي أرز الأسهم إيش بدي معنا؟ مش فاهم طيب برضه واحد ثلاثة وأنا مش فاهم نيز المتاحة كيف اتحط عارف اوكي اذا بخبط بموت تمام اكفن في اشياء بتتحط يلا اوكي طيب انزلوا روح يا رب ما اخبط يا رب ما اخبط لا بديت من الاول هاي والله على اعصابي تمام لا حرام فضلك استنى انزل بترفع ضغطه يعني جماعة الباب سريعة يعني دوب بحرك يا دوب هالقد هيك بطير صعبة دقيقة عندي فكرة ضغط الماوس تمام ايوه هيك هيك اتحكم براحتي امر بيه امر كمان مرة اوكي لعلي مش من الماوس لعلي مني زيد السرعة شوي 2000 years later كيف اخبط لا اهدا اهدا واخير يا الله هيد كرافت ايش سوي يعني وات شو ما كرافت قلبت اللعبة لا خلاص خلاص بقدر اعمل كيك صح نايس سيلكت الثاني اوه بحدد طيب بعدين بعد ما حدد اوكي نايس
What? Okay. ها ايش اللي صار؟ هو اهو دقيقة انا حاولت كيف ده تايمينج هاي؟ يا اخي صعب مكانه بضل يتغير ودلك. شايفين يلا اوكي هول ايش هول؟ ما بعرفش ايش سويت بس اني كيف بدي ارجع اسويها؟ دقيقة اتوقع اني لازم اكبس الزرين اوكي اي هيت ذيس جيم شو الموقع يعني ولا ايش؟ مكتوب give me that code معقول لازم افتح على النت شايفين يا اخوان؟ 2 3 7 8 5 4 6 1 4 6 1 let's go طيب شي كريت فكرت شيت كيف كان شكله تمام اذا معلقات تمام يمين شوي مية مية اوكي شباب هاي اخر ليفل رحنا هاي ليفل 25 خلنا نحكي نجي هذا الفيديو الجاي ايش هذا شو بدهم هون دقيقة اتوقع الاكس شغال ولا طافي نقول واحدة يس خلاص فتح اوكي بس شباب بيكب هاي 25 ليفل هون بكون وصلنا لنهاية الفيديو بتمنى يكون الفيديو عجبكم واللعبة عجبتكم إذا بدكم نكمل هاي اللعبة تقولنا تحت في التعليقات وبس مع السلامة.